وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أود أن أسلط الضوء على النقاط الرئيسية في هذا الحوار، وأبدأه من خلال أن أضعها في عدسة رؤية 2030. أين توجد السعودية الآن وإلى أين تتجه في ملف أعمالكم؟ وأن نختتم كذلك بما تتوقعون أن تتجهون إليه بعد 5 سنوات وما بعدها. تفضل رجاء. اليوم كيف حالك؟ أنا بخير، شكرا جزيلا، أسعد بوجودي هنا. آمل أن تشعر بذلك في نهاية المحادثة. بالطبع سأشعر كذلك. السعودية، ما هي الأولوية الأولى للسعودية اليوم؟ هذا بالطبع سيكون ليس أمرا مفاجئا لهذا الجمهور هنا، هي تنفيذ رؤية 2030. في منتصف الرحلة هنا الآن وشهدنا بالفعل تغييرات اقتصادية واجتماعية هائلة، وبشكل متزايد هنالك دور مؤثر على الساحة العالمية. المهمة الرئيسة لملف أعمالكم وهي السياسة الخارجية السعودية هي تمكين الرؤية من خلال تقليل المخاطر التي تهدد النزاح الاقتصادي للسعودية، وإضافة الاستقرار في النزاعات والصراعات الموجودة في المنطقة، من بين أشياء أخرى. لكن لنبدأ هنا، هل هذا تقييم عادل؟ بالطبع التكليف الأساسي لي ولوزارتي هو أن نحمي رؤية 2030 وأن نحمي مسار السعودية نحو الازدهار. ليس هذا فحسب، ولكن كذلك من تكليفنا أن نبني كل شيء وفي رؤية 2030، وهو تمكين زملائنا في مختلف الجهات الحكومية الأخرى ليتواصلوا مع العالم، والتأكد أننا قادرون على التواصل مع العالم بطريقة إيجابية مبتكرة، لنتأكد أن علاقاتنا تخدم المصالح المشتركة للمملكة ولشركائنا. إذن الأمر يتجاوز مجرد حماية الرؤية استقرار المملكة وحماية استقرار الدول المجاورة، ولكن كذلك هي وظيفة ممكنة لكل العناصر الاقتصادية التي نود تحقيقها. بأخذ ذلك في الاعتبار، ما هو الأثر حتى الآن في رأيك للنزاعات الإقليمية التي نراها اليوم؟ وما هو تقييمك لمخاطر أو أن تمتد المخاطر إذا ما تفاقمت أكثر هذه الصراعات والنزاعات؟ بالطبع هذا كان له أثر، ورأينا ما حدث في البحر الأحمر وغيره من الأماكن، لكن الانطباع المجمل الموجود لدى كل من نتحدث معهم هو أننا أوضحنا جليا عن أنفسنا في السعودية وخاصة وفي دول مجلس التعاون الخليجي عامة أننا قادرون على التعامل مع الموقف بطريقة يسمح لنا بمواصلة خوض مسار تقدمنا مع الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأنا متأكد أنه كان لديكم نقاشات رائعة، وترون مختلف الأشياء الموجودة في رؤية 2030 والإنجازات والأرقام والتقدم الجميل الرائع، حتى مع بعض الرياح المعادية أحيانا فيما يتعلق بالصراعات الموجودة في المنطقة. وهذه إشارة إيجابية أننا بنينا نضجا، استطعنا أن نبني نضجا في الاقتصاد السعودي في رؤية 2030 واقتصاد الخليج، بما يسمح لنا أن نتحمل ونقف في وجه أي آثار جانبية من الأحداث الجيوسياسية. يصاحب ذلك سياسات حكيمة من قيادة المملكة بدأتها ونتبعها بما يسمح وسمح لنا ذلك أن نجعل المملكة مركزة أكثر على مسارها التطويري، بدلا من أن تنجر في أي من هذه التوترات الجيوسياسية. هل من العادل أن نقول أو نشير أن هنالك سياسة الغموض الاستراتيجي أو الحيادية الاستراتيجية عندما يتعلق الأمر بما يجري؟ ولا أريد أن أتحدث بالتفصيل عن ملف غزة ولبنان وإيران، أعرف أن ستحدثون عن الجهود التي كنتم تبذلونها من وراء الكواليس لضمان أن هنالك حلول في هذا الأمر، لكن كيف تصف ذلك؟ البعض يقول أنه كان بإمكانكم أو دول الخليج ربما كان بإمكانها أن تبذل المزيد مبكرا لتؤثر على هذه التغييرات. أعتقد من جانب الحكومة كنا أبعد ما يكون عن الغموض، كنا واضحين جدا. على سبيل المثال في قضية غزة طلبنا بوقف إطلاق النار من البداية، وكنا واضحين جدا أنه حتى
فيما يتعلق بأحداث السابع من أكتوبر المرعبة، وأن الرد من إسرائيل المفرط قلنا أنه سيكون خطيرا جدا، ورأينا ردود أفعال إسرائيل وهجومها العسكري المستمر على غزة والذي أدى إلى كوارث إنسانية. هذا لم يؤثر فقط على مواطني غزة، ولم ينتج عنه فقط عشرات الآلاف من المدنيين الذين والوفيات غير المبررة من المدنيين، ولكن يضع علامة استفهام كبيرة على الأنظمة والحوكمة الدولية وشرعية القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقابلية تطبيقهما بطرق لم تكن، وقلنا ذلك بوضوح من البداية، كنا لا نتحلى بأي، لم يكن لدينا أي غموض من البداية، وسوف نواصل التعامل مع ذلك. تعاملنا في هذا الأمر من البداية، وسنتعامل أيضا على إيجاد محاولة إيجاد طرق للخروج من هذه الأزمة، وكذلك نحن في مجموعتي في جامعة الدول العربية ومجموعة من الدول العربية تواصلت مع الولايات المتحدة وغيرها بهدف محاولة إيجاد طرق للوصول إلى وقف محتمل إطلاق النار، دعما لجهود الولايات المتحدة وقطر ومصر وغيرها. الغموض إذن لم يكن شيئا نمارسه في المملكة، نحن نمارس سياسة خارجية واضحة جدا مبنية على التوجيهات الواضحة الحكيمة، وعلى أيضا منظور ألا ننجر إلى أي مواجهة من أي شكل. أعتقد أن غالبية الناس بالتأكيد سيتفقون أنه كان هنالك جهود كبيرة من جانب المملكة العربية السعودية لمحاولة التأثير بالوصول إلى حل هنا وتفعيله، حل يكون مسارا لدولة فلسطينية مستقلة في نهاية وتنهي الاحتلال الإسرائيلي. وأنت وصفت هجوم إسرائيل على غزة على أنه قتل جماعي، وتحدثت عن إسرائيل وأنها سوف تواجه تداعيات وتبعات، ما الذي تعنيه بذلك؟ إذا نظرنا إلى ما يحدث الآن في شمال غزة، حيث يوجد لدينا حصار كامل ومنع لأي دخول للمساعدات والسلع الإنسانية، ويصاحب ذلك الهجوم العسكري الكامل بدون أي مسارات للمدنيين يجدون فيها مأوى أو مناطق آمنة. وهذا لا يمكن وصفه إلا أنه نوع من الإبادة الجماعية، وبالتأكيد هذا يضاد ويناقض القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وهذا يغذي استمرارية لدورة العنف، لأن هذا المستوى من الدمار وهذا المستوى من في الحقيقة المستوى من تقويض أهمية الحياة البشرية للمواطنين الفلسطينيين، هذا لن يقوم إلا بتغذية دورة العنف، وهذا ليس في صالح أحد. لذلك نحاول أن نركز حتى في هذه الأوقات العصيبة على مستقبل أفضل، ولذلك ركزنا على قضية حل الدولتين وعلى بناء دولة فلسطينية. وعندما أتحدث عن حل الدولتين في الواقع نحن نتحدث دولة إسرائيل قائمة، لذلك الآن نحن نتكلم عن إقامة الدولة الفلسطينية، وأن نتأكد أن الفلسطينيين يمكنهم أن يتلقوا أو يستلموا حقهم لتقرير مصيرهم، وهذا هو تركيزنا، لأنه مرة أخرى مثل رؤية 2030 وما نحاول أن نقوم به في السعودية، نريد أن ننظر إلى هذه المنطقة من وجهة نظر إيجابية، نتطلع فيها إلى المستقبل وإلى مستقبل مستقر آمن يسعى فيه الجميع بقدرة العمل مع بعضهم البعض ويتكاملون مع بعضهم البعض. لذلك ركزنا على محاولة إيجاد ليس فقط حل لهذه النزاعات المتوسطة والقريبة، ولكن أيضا نجد حل ألا ننجر إلى أي تكرار للموقف الذي نحن فيه الآن. سؤال، نعم، في خطاب يوم الاثنين، ويمكن أن أقول أنه بينما نتحدث وهناك نقاشات مستمرة مرة أخرى لمحاولة إيجاد على الأقل التوصل إلى اتفاق أو مقترح لوقف إطلاق النار، ليس فقط لغزة ولكن أيضا للبنان بالطبع، وسوف نتحدث عن لبنان بعد لحظات. لكن هنالك حديث يوم الاثنين قال فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يذكر فيه أي حاجة أو هدف لإيقاف الحرب في غزة، لم يتحدث عن أي مثلا يوم أو خطة للإيقاف، أو لم يذكر أي شيء عن الفلسطينيين. لكن أنت في هذا الأسبوع كان هنالك لقاء واجتماع هنا في الرياض، كنت تأملون فيه أن تتوصلوا إلى خطوات ملموسة لدولة فلسطينية مستقلة. ما مدى توجسك وقلقك عندما تسمع
أو تعرف أن لأنه لم يكن هنالك أي ذكر للفلسطينيين أو لليوم ما بعد من جانب رئيس الوزراء الفلسطيني، ما الذي يشير إليه ذلك بالنسبة لك؟ وعندما نتحدث عن مسار، ما الذي يعنيه ذلك بالضبط؟ أنا متوجس وقلق بالطبع للغاية، لأن هذا ينبئني أو يخبرني بأن هنالك نقص في فهم الواقع الاستراتيجي. فنحن هنا في هذه المنطقة عالقون فيها، نحن لن نغادرها، كلنا، نحن والفلسطينيين وكل أحد، وعلينا أن نجد طريقة لنعيش مع بعضنا البعض، ولن نتمكن من العيش مع بعضنا البعض إلا إذا عالجنا حقوق الفلسطينيين وحقهم في الدولة المستقلة، وهذا وحماية حقوقهم، وهذه ستكون محادثة جادة. إذا لم يحدث ذلك فإننا نضع أنفسنا في مواجهة دورة مستمرة للعنف، ولن نقبل أحد التطرف من الجانبين. هذا حل الدولتين يعني أشياء كثيرة، لذلك لدينا نحن والتحالف الأوروبي النرويج وزملائنا في الجامعة العربية أطلقنا هذا التحالف لحل الدولتين، لأننا أدركنا كما قلت أنه ربما في إسرائيل للأسف الحوار الآن لا يتناول الواقع، وأنه لا يجب أن يكون هناك حل الدولتين. أما بقية المجتمع الدولي فيبدو أنه ملتزم تماما بذلك. الآن نحاول أن نترجم هذا الالتزام إلى خطوات ملموسة، وستشمل بناء القدرات والطاقات الاستيعابية للمؤسسات في الأراضي الفلسطينية، وكذلك يشمل أنه علينا أن نبني بناء على القانون الدولي الحالي الذي يضمن بناء دولة فلسطينية. من وجهة نظرنا دولة فلسطين يجب أن تكون عضوا في الأمم المتحدة بدون تأخير. كل هذه القضايا هي أشياء نريد العمل عليها. إذن هنالك عناصر فكرة الدولة الفلسطينية مرتبطة بالمفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وضع الحدود وما إلى ذلك، لكن في الواقع إن إقامة الدولة الفلسطينية ليس مرتبطا بما إذا كان الإسرائيليون يقبلون ذلك أم لا، لكن مرتبط بقواعد ومبادئ القانون الدولي. وأقول أن الأمم المتحدة من خلال قرارها الذي أدى إلى إقامة دولة إسرائيل واضح أو ذكر بوضوح وجود دولة فلسطينية كذلك، إذن علينا تحقيق ذلك. إذن أنت وضحت أن أي عملية تطبيع أو صفقة تطبيع مع إسرائيل سوف تحتاج قبل أن تتحول إلى واقع، سوف تحتاجون إلى رؤية على الأقل مسار مجدي وواضح نحو دولة فلسطينية. سؤالا، هل الالتزام الشفهي من بنيامين نتنياهو يرضيك أو يقنعك للوصول إلى مسار تشعر أنه يستحق العمل لإقامة دولة حقل الدولتين؟ وإلى فما الذي تحتاجه السعودية إلى رؤيته للمضي قدما؟ وهل هذا كافي الالتزام الشفهي؟ وما هي رسالة السعودية لبنيامين نتنياهو من ناحية التطبيع مع إسرائيل؟ هل هذا يعتبر فيما يتعلق هل يوجد خطر حقيقي للتطبيع إذا لم تجد التزاما من ناحيتهم؟ أقول بالتأكيد أن التطبيع مع المملكة العربية السعودية ليس هو خارج الطاولة، طاولة التفاوض، حتى لرى حل الدولة الفلسطينية، إقامة الدولة الفلسطينية. ليست فقط قضية التطبيع مع المملكة هي التي في محك الخطر الآن، ولكن الوضع مع المنطقة ككلها من ناحية التطبيع على محك الخطر الآن إذا لم نجد حلا ومسارا واضحا لإقامة الدولة ولحفظ حقوق الدولة الفلسطينية، لأن هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن من خلالها أن نضمن التركيز على المستقبل وعلى التعاون وعلى التكامل والاندماج. لذلك آمل أن قيادة إسرائيل ترى أن هذا ليس فقط الشيء الصحيح والشيء الأخلاقي للقيام به، ليس فقط الشيء العادل أن يقوموا به، وهو إعطاء الفلسطينيين حقوقهم ودولتهم، ولكنه أيضا من ناحية هو في المصلحة الأمنية والاستراتيجية لإسرائيل أن تقوم بذلك، وأعتقد أن الأمر يرجع إليهم لتقرير ذلك. لنتحدث عن لبنان، وشكرا على كونك واضح جدا في إجابتك. اسمح لي أن أسألك سؤالا محددا واحدا عن غزة وعن لبنان حيث أشرت. هنالك بعض الجهود التي بذلت لمحاولة إيجاد صفقة رغم كونها مؤقتة مثلا في كلا الجانبين سواء لغزة أو للبنان، كل النقاشات تبدو أنها تسعى إلى إيجاد مثلا
وقف إطلاق النار لمدة شهر فقط. رئيس الوزراء اللبناني ربما بالتأكيد متفائل وقال أن هذه الصفقة للبنان يمكن أن تأتي في خلال ساعات إن لم يكن في خلال أيام. هل تتشاركه تفاؤله وما شعورك تجاه أي تقدم يحرز بالنسبة لغزة في هذه النقطة من الزمن؟ أقول آمل أن تكون هذه هي الحالة، أن نرى وقفا لإطلاق النار في الساعات القادمة أو في الوقت القريب. لست متأكدا إذا كانت هذه هي الحالة فعلا، ليس لدي التفاصيل ولأنني ربما لسنا جزءا من المفاوضات المباشرة الجارية، لكن بالطبع ندعم جهود الولايات المتحدة التي تطلع بها لإيجاد مسار لوقف إطلاق النار، آمل أن يتحقق ذلك. ونفس الأمر لغزة، للأسف كان هنالك إعلانات لصفقات لوقف إطلاق النار ليست حقيقية وكانت محبطة، وأفهم أنه في غالبية هذه الحوادث التي حدثت كانت تنهار فيها المحادثات وبسبب أنه كان هنالك متطلبات جديدة أو أشياء جديدة تطلبها إسرائيل وتضاف إلى المتطلبات. أتمنى في هذه اللحظة أن نصل إلى وقف لإطلاق النار يحمي ما تبقى من غزة ويعطي للناس في غزة الأمل ليروا السلام. كل 4 أيام طفل يموت في لبنان في الوقت الحاضر، إذن الإحصائيات صادمة، لذلك هنالك جهود يجب بذلها لإيجاد حل هناك. ما الذي يجب أن يتم في لبنان من جانب السعودية لكي تشارك أكثر من مجرد العمل الإنساني؟ وأعتقد أننا بالتأكيد يجب أن نقر بأنكم تشاركون في الجسر الجوي وإنشائه. ما الذي يجب أن يحدث للسعودية لكي تعمل وتشارك رسميا لتوفير الدعم الذي تتوقعه مثلا أو كانت تتلقاه لبنان من المملكة في الماضي؟ لطالما كنا مشاركين بشكل أو بآخر مع لبنان، لم ننفصل عنها بانفصالا كاملا في أي وقت، ودائما من نقول دائما أن الأمر يرجع إلى اللبنانيين وإلى السياسة اللبنانيين أن يبحثوا أو يسعوا وراء اتجاه يضع لبنان على المسار الصحيح. ليس ذلك راجعا لأي تأثير خارجي أو أي دولة خارجية أو أي قوة خارجية أن تخبرهم ما عليهم أن يقوموا به أو أن تملي عليهم المسار السياسي في لبنان. هذا رأينا، نحن نشارك مع أصدقائنا في لبنان، ولكن مرة أخرى يرجع الأمر إلى اللبنانيين. لدينا مثلا الرئاسة وموضوع الرئاسة والتي عليهم أن يواصلوا العمل على حلها، والهياكل الحكومية التي ربما ليست مواتية لتعطي جودة حوكمها جيدة، وهنالك قضايا غير ذلك، الفساد وما إلى ذلك، قضايا ربما الأحزاب الخارجية التي تسيطر على الوضع. هذه الأشياء يجب أن يتعامل معها ويعالجها اللبنانيون أنفسهم. إذا رأينا مثلا شيئا يمكننا فيه أن نمضي قدما، وهذا بالطبع سيشجعنا لنشارك أكثر. طرف داخلي ما زال يطلع بدور ويؤثر على السياسات، وهنا أنا أتحدث عن حزب الله كحزب سياسي. هل أنتم مستعدون كالمملكة العربية السعودية لتشاركوا ربما بشكل أفضل مضيا قدما، ولتشاركوا بشكل أكبر لمساعدة اللبنانيين في طريق تعافيهم مع مواصلة وجود حزب الله ومشاركته في السياسة، إن لم يكن حتى من الناحية الاستراتيجية قوة عسكرية استراتيجية كما كانت في الماضي؟ يعني من وجهة نظري يرجع الأمر إلى اللبنانيين. كما قلت أنا الآن لن أناقش ما كيف سيكون شكل لبنان، لأن الأمر بالطبع يرجع إليهم ليقرروا ذلك. أما ما نراه من ذلك، أيا كان ما نراه من ذلك، فسوف ربما يقدم الاستنارة لنا من ناحية قرارنا إلى أي مدى سنشارك وكم كيف نتعامل مع لبنان، وإلى أي درجة سييسر ويسهل ذلك التقدم في الجوانب التي نعمل عليها. هل ترى أي علامات على أن إيران تمارس ضغطا على حلفائها اللبنانيين مثل حزب الله لقبول هدنة؟ أنت هنالك لديكم الآن صلات أو اتصالات ليست بالقليلة أو مقبولة مع إيران. آمل حقا أن تكون إيران مثلنا تعمل باتجاه نزع فتيل الأزمات في المنطقة، في كل منطقة وليس فقط لبنان. وهذا بالطبع هو تركيز حوارنا، حواري مع نظيري الإيراني. ما سمعته من الإيرانيين هو أنهم بالفعل يتجهون حقا تجاه وقف دورة التصعيد وأنه ليس في مصلحتهم. آمل أن يترجموا ذلك حقيقة
إلى خطوات عملية. لنتحدث عن إيران، هل أنت واثق أن الإسرائيليين سيواجهون ربما أن هناك الضربة الانتقامية ضد بعض المواقع الإيرانية العسكرية فيما يتعلق، هل هذا يرسل رسالة معينة أو يهدد ببدء أو بإدخال هذه المنطقة في المزيد من الفوضى؟ هل أنا واثق؟ لا يمكن أن أكون واثقا بأي شيء تحت سيطرة أطراف أخرى أو أطراف فاعلة أخرى، لكن ما يمكنني قوله هو أنني وضحت لنظيري الإيراني أنه من المهم أن نتجنب أي تصعيد آخر، وأشعر شخصيا أنه من جانبهم يدركون خطر التصعيد ويفضلون تجنبه، لكن بالطبع لديهم حساباتهم الاستراتيجية التي تخصهم وعليهم أن يقوموا بها. هذا يعني أن الأمر ليس يرجع لطرف واحد فقط أن يفاقم. الطريقة الوحيدة لنا لإيجاد طريقة لنزع فتيل التصعيد الذي يحدث في المنطقة أن يتخذ الجميع قرارا واعيا بأن المزيد من التصعيد خطر ويغامر بجميع الأطراف، وكذلك إسرائيل تحتاج أن توقف التصعيد، وكذلك شركاؤنا في المجتمع الدولي نحتاج أن نضاعف جهودنا لنركز على منع التصعيد وتفاقم الأزمة، وأيضا على كل الجبهات، وخاصة في قضية مثل قضية غزة. بدون وجود مسار لوقف إطلاق النار في غزة أعتقد أننا سنواصل المخاطرة بدورات مقصودة أو غير مقصودة من تصاعد العنف. أيضا من عدسة رؤية 2030 وفكرة خوض غمار شرق أوسط جديد ومعمارية وبنية جديدة في هذه المنطقة، والوصول إلى نقطة أن المنطقة يمكن أن تترك الصراع في ماضيها وأن تتطلع إلى مستقبل مشرق أكثر من خلال التكامل والاندماج الاقتصادي ونزع فتيل التصعيد. رأينا إيران والسعودية يتقاربان بوساطة صينية، كيف يمكنك إذن أن تصف بعض ربما في بضعة أشهر، كيف تصف العلاقة بين السعودية وإيران في الأشهر القادمة؟ أعتقد أن علاقاتنا تمضي في الاتجاه الصحيح، لكن طبعا هي معقدة ويعقدها بعض الديناميكيات الجيوسياسية الإقليمية، وبالطبع نحن كنا أجرينا محادثات صادقة وواضحة مع بعضنا البعض لنفهم نقاط نظر بعضنا البعض، ولنتأكد أنه لا يوجد هنالك سوء فهم، لأنه أعتقد أنه بناء على ذلك الاتصال المباشر سنكون قادرين ببطء على البناء في اتجاه المزيد من الاستقرار والعلاقات القوية والتي يمكنها أن تخدم مصالح ليس فقط دولتينا ولكن الاستقرار الإقليمي، ونقوم بذلك بتنسيق كبير مع حلفائنا في دول مجلس التعاون الخليجي. هل هي نظرة المملكة أو رأي المملكة أن النظام في إيران ربما يمكن أن يتغير بشكل جوهري في أي وقت قريب، أنها مجرد سياسة ليكن أصدقائك قريب منك وأعدائك أقرب؟ ما هي سياستكم في ذلك؟ كيفية حكم إيران لنفسها يرجع لإيران وللشعب الإيراني، ليس لدي رأي في ذلك على الإطلاق. ما يهمني هو السياسة الإقليمية والسياسة التي تؤثر على مصالح المباشرة، وفي هذه الحالة طبعا الحوار الذي نجريه يشير إلى أننا يمكننا أن نصل إلى نقطة يمكننا فيها أن نكون متفاهمين في مصالح بعضنا البعض وما يقلق بعضنا البعض، وأن نتأكد أنه لا يوجد أي سوء فهم يمكن أن يؤدي إلى المزيد أو أي شكل من المخاطر. أفهم ذلك، وسبب سؤالي لذلك بالطبع هو الأمر الأساسي، هو أنه لسنوات كانت إيران أكبر تهديد للأمن السعودي، سمعنا ذلك يقال مرارا وتكرارا. لذلك أتساءل في هذه اللحظة ما مدى حجم هذا التهديد الذي تراه السعودية في أو من إيران حاليا، وفي هذه اللحظة هل هذه حالة تشكل مثلا تهديدا ضمنيا أم تهديدا مباشرا؟ هل كان لديكم حوار مع طهران حول ما إذا كانت هنالك أي تصعيد مستمر يمكن أن يضع الأمن السعودي في الخطر؟ هل كان هنالك أي هدف تهديد مباشر من إيران؟ طبعا لا يوجد هنالك أي تهديدات كثيرة، ولكن القضايا التي كانت موجودة والإشكالات التي كانت أساس ربما التباعد في علاقاتنا كانت حقيقة أن سلوك إيران الإقليمي من منظورنا لم يكن مواتيا لتحقيق الاستقرار، ولذلك كنا واضحين جدا في حواراتنا الصادقة والصريحة مع الإيرانيين كجزء من حوارنا في بكين، وأعتقد أننا نجري هذه الحوارات بطريقة
يمكنها أن تضمن سيرنا في الاتجاه الصحيح. هل هي أكثر من مجرد حوار؟ كان هناك تقرير أن هناك أكثر من تمرين عسكري ربما في بين السعودية وإيران في خليج عمان. لا لم، هل هذا صحيح؟ لا، لم يكن هناك أي تمرينات عسكرية، وأعتقد في سياق الوضع العسكري حاليا في المنطقة ليس من المرجح أن يكون هناك تمرينات عسكرية في الوقت القريب. شكرا على توضيح ذلك، لأنني كنت أتساءل ما إذا كانت هذه حدثت أو تحدث فعلا، كيف يمكن أن ترى ذلك في واشنطن؟ أخبرتني للتو أنها لم تحدث، لذلك سأقتنع بذلك وأنتقل إلى العلاقات السعودية الأمريكية. ناقشنا أشياء مهمة جدا من ناحية الاستقرار الإقليمي والأمن الإقليمي من خلال عدسة رؤية 2030، والتي أعتقد وآمل أنك تتفق معي إذا قلت أنها سياسة السعودية. العديد من الدول التي تقوم بالكثير من هذه الدول تقوم لديها سياسة، مثلا أمريكا أولا وبقية العالم بعد ذلك. مثلا وذلك هنا سياسة السعودية أولا أن تضعوا سيادتكم ومصالحكم السيادية وأمنكم القومي في المقدمة وفي مقدمة تفكيركم. بالنسبة لكم كان هنالك حل من إزالة الغيم والغموض في هذه المنطقة بشأن واقعية الولايات المتحدة كونها ضامن أو للأمن أو ضمان للأمن. كما نقول هنا، في هل المملكة تعتقد وتؤمن أن الولايات المتحدة شريك موثوق يعتمد عليه؟ بالتأكيد كان لدينا علاقة شراكة استراتيجية مهمة جدا ومفيدة من الناحية الاقتصادية والجيوستراتيجية مع الولايات المتحدة لعقود طويلة. وأقول أننا اليوم علاقات العمل بيننا وبين الولايات المتحدة هي من الأفضل على الإطلاق، خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي وأيضا في قضايا ذات التعاون الاقتصادي، حيث نحرز تقدما جيدا جدا. طبعا الوضع هو أن المنطقة الآن مختلفة جدا عما كانت عليه منذ 20 أو 30 أو 40 سنة. خلت المملكة الآن مختلفة عما كانت عليه منذ 20 أو 30 أو 40 سنة خلت. هذا يعني أن الديناميكيات مختلفة. لا يعني ذلك أن هنالك تغيير في العلاقات، ولكن يعني فقط أننا نعمل معا بشكل مختلف جدا، ويعني أيضا أننا نطلع بدور أكبر في أمننا القومي وصالح أمننا القومي. هذا يعني كذلك أننا أكثر نشاطا في تنويع شراكاتنا، سواء ربما بدلا من التركيز على شركة واحدة. كل ذلك وظيفة للنمو الذي أبرزته المملكة ورأته، والأهمية الجيوسياسية والجيوستراتيجية للمنطقة بشكل متنامي، وهي أشياء مذهلة ربما نراها أن بعض المناظرين قد يلاحظون أنه رغم أنه منذ بضع سنوات كان هنالك فكرة أننا جزء منطقتنا في العالم سوف تقل في أهميتها، لكن العكس حدث. الأمر يزداد أو المنطقة تزداد في أهميتها. نحن الآن لا نواصل كوننا مزودين أساسيين في الطاقة والأشكالها المختلفة فقط، ولكننا كذلك أثبتنا أننا مركز حيوي جدا للكثير من التقنيات المستقبلية، سواء الطاقة المتجددة وطاقة الشمس وغيرها، وأيضا التقنيات الرقمية، الذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات، ليس فقط بسبب الطاقة الرخيصة التكلفة التي يمكن توفيرها، ولكن أيضا بسبب موقعنا الجغرافي، أي أننا من أفضل الأماكن العالم لذلك. إذن أهمية منطقتنا وبالتأكيد أهمية المملكة زادت، وهذا كان يعني ذلك أننا نضع نعم سياساتنا أولا. وهذا طبعا سيكون شيء غريب لو لم نقم بذلك. نحن نركز على توسيع وتنويع شراكاتنا بقدر الإمكان. أيضا كان من الملاحظ أن تغيير أنماط وديناميكيات النمو في العالم شهد نموا كثيرا هنا في هذه المنطقة، وهذا شيء معروف حول العالم، أن الكثير من الناس ربما يتبطؤون في فهم ذلك واستيعابه. لكن بالطبع هنالك فيما يتعلق بزيادة في رؤوس الأموال، كذلك فيما يتعلق بموضوع العلاقات مع الولايات المتحدة وكيف تتطور، لأنك ما زلتم ليس لديكم الصفقة الدفاعية، لأن ربما موضوع صفقة الديفنس بلس، وهذه تتواكب مع رؤيتك للنمو والقوة والفرص المتاحة هنا. وجزء من هذه الصفقة هي صفقة ثنائية الأطراف فيما يتعلق مثلا ببرنامج نووي مدني وموضوع التجارة والاستثمار السعودي في الولايات المتحدة والاستثمار الأمريكي في السعودية. هذه الصفقة ربما لم توقع بعد، ونواصل سماعنا هذه الصفقة أبرمت. هل السعودية
لديها وعد أن هذه الصفقة ستتم قبل نهاية هذه عهد هذه الإدارة الحالية. الاتفاقات الثنائية نعمل عليها مع الولايات المتحدة، وهي عدة أشياء فيما يتعلق بالتحول بالرأسمال وغيرها، ولكن بعضها يمكن أن ينجز سريعا وبعضها ما زلنا نعمل عليه، خاصة ما يتعلق بالتجارة والذكاء الاصطناعي وغير ذلك، وهذا لا يرتبط بأي من الأشياء الأخرى أو الأطراف الثالثة مثلا. أيضا فيما يتعلق ب التعاون، اتفاقية التعاون الدفاعي ربما تكون أكثر تعقيدا، وبالطبع نرحب بأي فرصة لإبرامها قبل انتهاء مدة الإدارة الحالية، لكن هذا يعتمد على عدة عوامل أخرى بعضها خارج سيطرتنا، وفي النهاية إذا وصلنا إلى ذلك إلى إبرامها سيكون ذلك جيد، وإذا لم نصل لها فما زال سيبقى لدينا علاقات قوية بالتعاون مع الولايات المتحدة. نعرف أن واشنطن تريد تطبيعا، وهل هذا واقعي في هذه الحالة أم ربما تبتعد عن بعض هذه الروابط الثنائية؟ إذا قلت ولا يمكنك أن ترى أن التطبيع مثلا كخيار من المنظور السعودي مثلا، أعتقد أن هنالك عنصر للعلاقات الثنائية التي نعمل عليها حاليا وهو مرتبط جدا بموضوع التطبيع، وقلنا بوضوح وسمو ولي العهد في حديثه أمام مجلس الشورى وضح بكثير ما ستطلبه المملكة لإيجاد علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وبغياب هذه المتطلبات فإننا نسعد بالانتظار، لا يضايقنا ذلك حتى يكون الموقف مواتيا لذلك. بالنسبة لمسارات العمل الأخرى لست متصلا بها بشكل مباشر، بعضها يتم إحراز التقدم فيه بشكل سريع وبعضها نسعد برؤية التقدم فيه. لدي سؤال أخير لك، ربما سيكون سؤالان لكن بصفة عامة هو سؤال واحد يتعلق عن الانتخابات الأمريكية. أيام قليلة قبل الانتخابات الأمريكية، مجرد ساعات حاليا، هل واضح لك أي مرشح سيكون الأفضل للشرق الأوسط بصفة عامة وخاصة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني؟ هل لديكم مرشح يفهم بشكل أفضل الفرص التي توفرها رؤية 2030 وآخر، ومن يمكن للسعودية أن تكون جاهزة للعمل معه؟ نحن جاهزون للعمل مع أي من الإدارتين أو أي من المرشحين الذي يثق فيه الشعب الأمريكي. يرجع الأمر إلى الشعب الأمريكي لتقرير من سيكون الرئيس التالي، ونحن قمنا بعمل جيد تاريخيا مع الإدارتين سواء الديمقراطية أو الجمهورية، وعملنا مع رئيس ترامب سابقا ويمكن أن نجد طريقة للعمل معه بشكل جيد، ولكننا كذلك نعرف أيضا الفريق الذي يعمل حاليا مع إدارة بايدن، و نائبة الرئيس هاريس جزء من هذا الفريق، وكنا قادرين على بناء علاقات عمل قوية معهما، لذلك لا يوجد لدينا تفضيلات معينة. نعم قد يكون هناك اختلاف سواء فاز أحدهما أو الآخر، سواء كان ذلك أفضل أو ذاك، هذا ليس لنا لنقول. نعم فيما يتعلق بهذه الإجابة الدبلوماسية ورائعة جدا، ودونالد ترامب يقول أنه هو فقط من هو قادر لإيجاد السلام على إيجاد السلام لهذه المنطقة. سيدي نعم أم لا، هل هو محق أم لا؟ آمل بالتأكيد إذا كان الشعب الأمريكي اختاره كرئيس أن يأتي بالسلام إلى المنطقة. وأختم